مرحبا بحضراتكم من جديد. مناقشة أو نناقش عدد من القضايا والملفات مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم أنديل. أستاذ أنديل مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا أنديل. لو تسمح لي يعني نستقبل، إحنا النهاردة كان في فندم وقعة مهمة أو مبارح في كل وسائل الإعلام كان في إشادات عالمية بالطيار وليد مراد بشركة مصر للطيران. يا كابتن برحب بحضرتك. العاصفة يونس. يعني أنا بداية إحنا حابين نحتفي بحضرتك ونبارك لك على ما حدث من بالصوت وصورة لهبوط بشكل احترافي جدا. العالم كله احتفى بحضرتك يعني بعد ما حدث في مطار هيثرو في لندن رغم سوء حالة الطقس. اتخاذ حضرتك لهذا قرار، قرار الهبوط، رغم أنه في طيارين إحنا شفنا فيديوز فشلوا في الهبوط رغم محاولاتهم مرة واثنين وثلاثة. تمام. بص حضرتك برضو عشان حضرتك يعني السادة المشاهدين يبقوا عارفين احنا عملنا ازاي او احنا ايه اجراءات العمل بتاعتنا. احنا اول ما بنروح رحلتنا يعني نتعين على الرحلة، احنا بنطلع عندنا مركز عمليات متكامل بيقدر لنا كل ما هو كل ما هي معلومة تخص الرحلة، من أول ما نطلع من القاهرة نوصل بسلامة ربنا سبحانه وتعالى إلى الديستنيشن وليكن مطار هيثرو امبارح كده. فإحنا أنا بريد نحن ملقن إن مطار هيثرو فيه باد ويذر ومعد المطار البديل لحالة فشل الهبوط هروح للمطار البديل. واحنا طلعنا، احنا على فكره حضرتك احنا بنشتغل، احنا هي اسمها رحله بس احنا بالنسبه لنا هي نيشن، هي مهمه بنطلع نأديه اكواج بخطواتها بكل ما هو اجراءات سلامه واحس ان احنا نوصل بسلامه ربنا سبحانه وتعالى. فقبل الاضطراب عملنا بريف للركاب، قلنا لهم ان احنا هنعمل محاوله ان المطار على فكره هذيك انا بطير 787 دريم لاينر، دي احدى السيارات في العالم عندنا في مصر طيران وفيها شبكه تليفون، فالركاب كلهم اللي عندهم علاقه باي حد في انجلترا كان بيكلمهم واحنا طايرين كان بيبلغهم ان الجو مش كويس. طيب فاحنا عملنا بريفنج للركاب ان احنا هنعمل محاوله وفي حاله فشل المحاوله دي على فكره دي الاجراءات الطبيعيه، دي الاجراءات المعده في قبل مثل هذه الامور زي اي طيار كان هيطلع مكان رحله. بس فرق الخبره يا كابتن الى اي مدى بيفرق في اخذ قرار زي ده؟ اكمل لحضرتك. دخلنا عملنا الاضطراب، عملنا الاضطراب ناجح، نزلنا بامان. يمكن شكل الطياره وهي نازله فارق عن الراجل المصور، يعني صور طيارات كتير، هو فارق عن كل الطيارات بكل البلاد بكل الشركات الحقيقه. يمكن احنا كنا متميزين شويه وده الفضل يرجع لمصر المدرسه الكبيره اللي علمتنا واحنا اتعلمنا منها وعلمنا الامور اللي زي دي اجراءاتها ايه، بناخد القرارات. فاحنا كنا طالعين اوريدي كامل التلقين والتحضير للرحلة. أنا عملت لأي زميل معانا في مصر الفن، معلش أنا أتحيز إحنا يمكن متوهجين شوية، فأي زميل لينا هيطلع هيعمل نفس الإجراء اللي أنا عملته ونفس كل حاجة وإن شاء الله ربنا يوفق. زمن الهبوط يا كابتن برضو يعني من الواضح، إحنا مش خبرة بس من الواضح إنه فارق عن محاولات الطائرات والطيارين الآخرين. يا رب ده يكون يعني دائما وابدا سمعه مصطران وسمعه الشركه اللي علمتنا ودربتنا على اعلى مستوى وسمعه الطيارين المصريين حقيقه يا كابتن يعني طبعا. في كل مكان وطيارين القوات الجويه نفس الاستيل نفس الكلام طبعا، ويعني واحنا الحمد لله كلنا على نفس الكفاءه نفس وعلى فكره ونفس الامكانيه في اتخاذ القرار. الحمد لله رب. كابتن طيار وليد مراد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بنهنئ حضرتك مرة أخرى، مبروك. ومثل هذه الأخبار الحقيقة يا أستاذ أنديل تخلي المصريين يحسوا يعني كأنه في ماتش كرة وكسبنا فيه. أنا الحقيقة المصادفة طيبة لأن كنت أنوي مباشرة الكلام في الطقس السيء عن واقعة كابتن وليد مراد. كابتن وليد مراد
لان الحقيقه ده عمل مشهود يعني فيه بعض من رائحه ما جرى في قناه السويس قبل شهور حين نجح المصريون في تعويم الجانحه السفينه الهائله دي واللي استعادت سمعه قناه السويس. انا اعتقد ان ما جرى اليوم اضافه لسمعه مصر للطيران لانه على البث المباشر كان البريطانيون يتابعون الهبوط في مطار هيثرو والاشاده جاءت من الاجانب اساسا. وطبعا معروف ان بريطانيا تجتاح العاصفه يونيس والعاصفه سرعتها 148 كيلومتر في الساعه صحيح على السواحل وفي الداخل 130 كيلومتر. دخولا على ما يجري في مصر، مصر تعرضت طبعا لعاصفه من الطقس السيء اقل طبعا من اماكن اخرى، لكن في تغير مناخي خلى الظواهر دي تكون في مقدمه الاخبار يعني خبر الاول تقريبا يعني. ففي اللي حصل في مصر انا يعني اكيد حسب كمراقب استطيع ان الحظ انه الاداره المصريه واحنا طبعا عارفين متاعبها وعارفين اوضاعها كانت يعني ربما التمرين اللي حاصل بمناسبه تغيرات المناخ ووجود عواصف زي العواصف الرعديه اللي حصلت في بعض مناطق مصر او الامطار الغزيره او الرياح المحمله بالاتربه او بغيرها، احنا بنسميها في مصر شعبيا زعابيب امشير، بس زعابيب امشير الحقيقه بلغت الذروه هذه السنه. انا اعتقد ان زياده الخطر المصريون لديهم سواء كانوا اداره او جمهور لديهم خاصيه، انا لا اعتبر انها مثاليه انما هي حقيقيه، انه في مواجهه التحدي بتزداد المقدره وابداء الكفاءه. طبعا نتمنى ان يكون ذلك شيء يجول معتاد الاداء المعتاد، لكن الإدارة المصرية عموما عبر الشهور الأخيرة اللي امتازت بتغيرات هائلة في المناخ وسقوط أمطار، سبق مثلا بعد قبل سنوات إن مخرات السيول جرى تطهيرها، ما عدناش بنشكو من السيول بنفس الدرجة، جرى طبعا لا زال الأمر الإسكندرية معلقا لأنه تعرضت هذا العام لنوات أكثر عصفا وتأثيرا، وفي مشكلة مزمنة في عدم وجود شبكات لتصريف الأمطار وغيرها. لكن الإدارة المصرية عموما إدارات المحليات وهي على ما هي عليه من مظان للشكوى، أنا أعتقد أنها يعني أثبتت قدرا من اليقظة غير معتاد. منذ أيام كان في اجتماع لرئيس الوزراء وأنا كنت مع حضرتك فندم، حضرتك ذكرت أنه ده من أكثر الاجتماعات اللي كان فيه شفافية أو صحيح. أرقام بعينها بتتقال في انفتاح، هذا هو المطلوب أن المجتمع يعبر عن نفسه بصورة أكثر راحة إنجاز التعبير. يعني أنا أدرك يعني جملة الظروف المحيطة في البلد، الظروف المحيطة بالبلد تعرضت بلد لموجة إرهاب، والحمد لله أنا لا أستطيع ولا غيري ولا أي منصف يستطيع أن يقول أننا لا نشهد بعد ذلك عملية إرهابية، لكن المؤكد أن الشتلة الإساسية للإرهاب بتضحيات هائلة من الجيش المصري وأحيانا من الشرطة جرى اقتلاحها، وأن الوضع أكثر أمنا الآن. العبور من الأمن إلى الاستقرار الذي يفيد الاستثمار ويفيد الروح العامة والنفسية العامة للمصريين بيتطلب قدرا من فك حالة الطوارئ. طبعا أنا أعلم أن حالة الطوارئ جرى فك، حالة الطوارئ النفسية والاجتماعية والإعلامية يعني مطلوب انفتاح أكثر، مطلوب أن رئيس الوزراء زي ما عمل كده كلم بوضوح، الأسعار بتزيد طبعا هذا واقع، أصل إحنا لا نستطيع أن نغلق الشمس أو عين الشمس بأصابعنا، هذا واقع. وطبعا النسب اللي اتكلم عنها رئيس الوزراء احنا اتكلمنا في انه زياده الاسعار الحقيقه لان ده بيتم حسابه بسله معينه من السلع، لا زياده الاسعار اكبر بكثير. مطلوب نوع من التصدي على المدى العاجل والمدى الاجل ايضا. انت مثلا المره اللي فاتت قلتي بس ده كلام محتاج وقت، نعم محتاج وقت بس مؤثر، يعني من موسم الى موسم مثلا في زراعه القمح ممكن تقل حاجتنا لاستيراد القمح التي تتزايد اسعاره دوليا. ما الحكومة رفعت أسعار أردب القمح اللي بيجي من المزارعين المصريين، الحكومة المصرية زادت نسبة المساحة المزروعة إلى 3.6 مليون فدان، ودي أكبر مساحة من فترة طويلة، بتغل مفترض 10 مليون طن. طب في وجه النمو السكاني يا أستاذ أندريس، فمواجهة النمو السكاني لا يعني كل ده في وجه أنه في نمو سكاني طبعا في نمو سكاني. النمو السكاني أنا ضربت مثالا، ما فيش موقف واحد يتعلق بالنمو السكاني، الأمم تحتاج في مرحلة معينة من مراحل معينة من النمو إلى ضغط النمو السكاني، وتحتاج
الى فتح الطريق لزياده النمو السكاني. ضربت مثالا شهيرا جدا باكبر بلد في العالم اللي هي الصين التي فرضت اجراءات قاسيه جدا يمكن ربما لاكثر من 20 سنه اللي هو سياسة طفل واحد. ثم الآن بتطالب المواطنين بأن ينجبوا، فلا تستطيع إطلاق حكم واحد، لكن ما أستطيع إطلاقه في الحالة المصرية لأنه أي ظاهرة فيها أسباب متعددة، بس مهم جدا تفرز السبب الرئيسي عشان يفتح لك طريق العلاج. السبب الرئيسي هو أنه في علاقة طردية بين المناطق الأكثر فقرا والمناطق وكونها الأكثر إنجابا. فإذا أردنا خفض النمو السكاني لابد أن نتصدى لوحش الفقر. أستاذ فنديل كل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك وانت طيب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا الصحفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. مشاهدينا الكرام أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.